بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة النهاردة أنا بسعد وبشرف برفقة عدد من زملائي معالي السادة نواب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، ووزير الصناعة والنقل، معالي وزير الإسكان السيد محافظ الجيزة، السادة رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد ورئيس هيئة الدواء. والحقيقة النهاردة بنتفقد الحقيقة بحق صروح صناعية عملاقة في قطاع صناعة الأدوية في مصر. والحقيقة يمكن عشان هذا القطاع بالذات تحديدا الفترة الأخيرة بيثار يعني كلام على كان في مشكلة الدواء، وهذا الرأي اللي بيتقال. احنا النهاردة الحقيقة صناعة الدواء في مصر صناعة تاريخية وعملاقة بقالها أكتر من 100 سنة. والنهاردة يمكن أنا بس حدي شوية أرقام، آخر 3 سنوات تم إنشاء 15 مصنع جديد لمصانع الأدوية، بحيث خلى دلوقتي إجمالي عدد مصانع الأدوية في مصر 172 مصنع. مصانع مستحضرات التجميل آخر 3 سنين 33 مصنع جديد، وبقى عندنا في مصر 120 مصنع، بالإضافة إلى 116 مصنع مستلزمات طبية والأجهزة وكل الحاجات دي. ده بالإضافة بقى لمجموعة أخرى مهمة جدا جدا جدا، وهو 4 مصانع جديدة النهاردة لإنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية اللي بتدخل بقى في صناعة الدواء. النهاردة عشان يعني كل مواطن يبقى عارف إن من 100 دواء أو 100 علبة بتنتج في مصر، 91% 91 منهم بينتجوا جوه مصر. يعني من كل 100 علبة دواء موجودة في مصر 91 علبة موجودين في مصر، و9 هما اللي بيستوردوا بالكامل. ودول في أدوية متقدمة جدا زي أدوية الأبرام وبعض الأدوية الأخرى اللي احنا بنسعى النهاردة ان برضو نوطن هذه الصناعة هنا في مصر. فالوضع الحقيقة في صناعة الأدوية عندنا بنية أساسية عملاقة، الدولة سواء بواسطة الدولة أو القطاع الخاص اللي هو بيقود في هذه الصناعة بصورة كبيرة جدا. هذا الكلام مكن مصر إن السنة اللي فاتت، السنة المالية اللي فاتت، صدرنا $1 مليار. متوقع السنة دي هتصل صادرات مصر إلى 1.5 مليار، وفي خلال سنتين هنقفز إلى 2 مليار، وإن شاء الله قبل 2030 هتبقى صادرات مصر حوالي $3 مليار في السنة. ده كله من خلال الرؤية اللي احنا شغالين عليها لتطوير هذه الصناعة العملاقة اللي بيشتغل فيها النهاردة عشرات الألوف من المصريين والخبرات المصرية الكبيرة. والأهم احنا بنصدر النهاردة زي ما حضراتكم سمعتوا في عدد من هذه المصانع لأكثر من 60 دولة. وهنا مش بتكلم فقط على دول نامية، لا، احنا عندنا مستحضرات بتصدر الى الدول العالم المتقدم، اوروبا وعدد اخر من الدول بتصدر من خلال هذه المصانع. المصانع دي اللي سندت مصر، والحمد لله بقى عندها قدرة اثناء وباء كورونا انها تنشئ وتنتج ايضا الفاكسين اللي كان خاص بهذا الموضوع. والحقيقة اللي احنا شفناه النهاردة قطاعات وخطوط كاملة لإنتاج الإنسولين والأدوية الخاصة بالأمراض السريعة. أنا بقول كل هذا الكلام عشان أأكد لحضراتكم واللي احنا وعدنا بيه. احنا النهاردة عشان حضراتكم تبقوا عارفين، منذ أغسطس الماضي يعني بقالنا أقل من شهرين، 133 مليون عبوة انتجت لحوالي أكتر من 360 نوع دواء ومستحضر عشان نغطي النقص اللي كان موجود. والنهاردة أقدر أقول لحضراتكم إن إحنا كان عندنا 580 دواء، دول كانوا هم اللي فيهم بعض أو النقص وكانوا عاملين الأزمة. النهاردة الحقيقة منهم حوالي 470 حلينا مشكلتهم، ومتبقي 110 هيخلصوا على الشهر القادم. فأنا حابب بس إن أنا أأكد إنها يعني هذه الأزمة الحمد لله في سبيلها للزوال التام، وبالعكس إحنا بنتكلم على تغطية كاملة لإنتاج الدولة المصرية واحتياجاتها، وأيضا التصدير بصورة كبيرة جدا. فأنا الحقيقة كنت حابب أقول هذا الموضوع. والموضوع ده كمان أنا عايز أأكد لحاجة، شيء مهم. الكلام ده بيحصل في إطار منظومة كبيرة جدا من المراقبة والتتبع للجودة بتاعت إنتاج الأدوية، واللي بيقوم على هذا الموضوع طبعا هي هيئة الدواء المصرية. هيئة الدواء المصرية هي هيئة مستقلة تماما بموجب قانونها، وبأكد ان احنا في هذه الهيئة احنا بنتبع كل الإجراءات والقوانين العالمية
والمعايير اللي وضعها لينا منظمة الصحة العالمية. وبالتالي يعني هيئة الدواء هي هيئة مستقلة بالكامل، ماشية طبقا للمعايير الدولية، وبتنفذ كل إجراءات الرقابة والتتبع والتأكد من سلامة الأدوية بعيدا تماما عن أي إجراءات تنظيمية، لأن ليها هي القانون بتاعها اللي بيتبع أو بيمشي مع الإجراءات الدولية اللي حطها منظمة الصحة العالمية. أنا حبيت بس إن أنا أأكد هذا الموضوع، وحضراتكم تعرفوا إن الحمد لله يعني مشكلة الدواء في سبيلها تماما للزوال في خلال الأيام القليلة أو الفترة القادمة إن شاء الله، زي ما وعدنا حضراتكم، وبإذن الله يبقى الكميات كلها المطلوبة من كل أنواع الأدوية هتبقى متاحة في خلال الأسابيع القليلة القادمة. أنا حابب أترك الكلمة لزميلي معالي وزير الصحة عشان برضو يرد على الموضوع اللي بيثار على مدار اللي أنا اتكلمت عليه يوم الخميس، وما زال الموضوع عمال في يعني كلام على السوشيال ميديا، وهو الموضوع الخاص بأسوان. معالي الوزير. أشكرك دولة الرئيس. اسمحوا لي حضراتكم، يعني احنا من خلال رصدنا الفترة الماضية على ما يتم تناوله الخاص ب بعض الحالات المعدلات الإبلاغ عن بعض حالات النزلات المعوية الحادة في محافظة أسوان، حابب أن أنشر حضراتكم في بعض المعلومات حتى يمكن الانتهاء من التقرير النهائي إن شاء الله في خلال 48 ساعة. هي الموضوع بدأ من يوم 11 سبتمبر لما رصدنا من خلال أجهزة الرصد في وزارة الصحة والأجهزة المعنية من قطاع الطب الوقائي أن في بعض الحالات بيتم ترددها على المستشفيات في محافظة أسوان، محافظة تحديدا في مستشفى الصداقة التخصصي، مستشفى المسلة، مستشفى الجامعة، ومستشفى دراو. الأربع مستشفيات احنا عندنا نظام ترصد مركزي بيتم الإبلاغ عن أي حالة بيتم فيها نوع من أنواع الزيادة. وبالتالي من يوم 11 سبتمبر لحد النهاردة لقينا أن معظم الحالات اللي جاية من منطقتين في أسوان، منطقة اسمها أبو الريش ومنطقة تانية بعض القرى المحيطة بدراو. الحقيقة من خلال التعامل مع الحالات اللي احنا شفناها اللي هي أغلبيتها حالات نزلات معوية حادة، ممكن تكون نتيجة تلوث في الطعام، تلوث في الشراب سواء داخليا أو هم يعني تلقوا بعض الأنواع التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالات. من هذا التاريخ الحقيقة من 11 سبتمبر للنهاردة إجمالي اللي دخل المستشفيات اللي احتاج ان هو يتردد على المستشفى ثم احتاج حجز في المستشفى 128 حالة، خرج منهم 22 حالة في تحسن، وبعض الحالات البسيطة موجودة تحت الرعاية المركزة نتيجة ان هم قعدوا فترات طويلة. طبعا النوع ده من النزلات المعوية الحادة بيبقى فيه فقد للسوائل شديد جدا، ان بيبقى فيه اسهال وبيبقى فيه غثيان، وساعات الناس بتتعامل معاه بشكل بسيط. احنا بنقول ان لو في عندك حاجة زي كده لو سمحت ارجع للمستشفى، لانها العلاج في هذا الموضوع هو تعويض للسوائل وفقدان السوائل عن طريق محاليل معالجة الجفاف وبعض المضادات الحيوية البسيطة جدا، اللي ممكن في هذا الموضوع من خلال يومين لخمس ايام ينتهي الموضوع في الاخر. وبالتالي احنا من ساعة ما تبلغنا بهذه الحالات تم تكليف فريق كامل من قطاع الطب الوقائي بالوزارة بقيادة نائب الوزير للطب الوقائي والتوجه إلى أسوان. هم موجودين وإحنا بنتكلم دلوقتي مع فرق عمل بالكامل علشان نقدر إن إحنا نعمل تنسيق، والحقيقة حصل تنسيق مع زمايلي في وزارة الإسكان والمرافق وشركة القبضة لمياه الشرب وأيضا مع السيد المحافظ علشان نقدر، أهم حاجة في هذا الموضوع إن إحنا نطمئن على أسباب التي أدت إلى بعض النزلات المعوية اللي إحنا شفناها. واشتغلنا على ثلاث محاور الحقيقة. المحور الأول هو التأكد من سلامة مياه الشرب، وبالتالي في 103 محطة مياه شرب في محافظة أسوان تم الأخذ بعينات منها، وبالتالي قدرنا نطمئن بشكل تام على جاهزية وعلى مأمونية مياه الشرب من خلال المحطات. المحور الثاني هو التوجه إلى المستشفيات من فرق العمل والتأكد على استعداد المستشفيات لاستقبال الحالات. زي ما قلت حضراتكم عدد الحالات يعني مقارنة بمليون وستمائة وخمسين ألف مواطن هم سكان محافظة أسوان يعتبر عدد حالات بسيط اللي تم رصد وفي أماكن محددة. المحور الثاني الحقيقة اللي احنا اشتغلنا عليه ان معدلات التردد بتتابع بشكل لحظي يعني، وبيجي تقرير لدولة الرئيس في مرتين في اليوم. المحور الثالث هو التأكد من أماكن تقديم الطعام وأماكن الخاصة بالباعة الجائلين والأماكن في الأماكن اللي تم رصد فيها هذه الحالات.
وتم المرور فعلا على المستشفى الجامعي والمسله ومستشفى الصداقه ودراون المركزي، وتم مناظره الحالات المحجوزه بالمستشفيات، واطمأننا على تقديم الخدمات الطبيه ليهم، ومنهم كتير الحقيقه يعني تم تحسن الحاله والخروج. ومش بس كده، احنا رحنا المنازل في القرى اللي فيها هذه الحالات، حوالي 163 منزل في اداره دراو وابو الريش، وقابلنا الاهالي عشان نقدر ان احنا نعرف منهم ايه الحاجه اللي ممكن تكون تؤدي الى اشتراك المواطنين في هذه الاماكن تحديدا، والا الاماكن اللي فيها مياه الشرب موجوده على مدار المحافظه بالكامل. وعملنا اجراءات توعيه، لان التعامل مع هذه الحالات موضوع سهل جدا، وهو النظافه الشخصيه وتجنب اي عينات او اي اكل خارجي ممكن يكون ملوث او اي مياه ما تكونش معلومه المصدر. وتم اجراء يعني ورشات عمل مع رؤساء الاقسام بالمستشفيات وتدريبهم على البروتوكولات وتوفير الاحتياجات من المستلزمات والادويه اللازمه. الحقيقه مع محافظه اسوان ومع شركه الميه ومع كافه اجهزه الدوله هناك تحسن شديد. احنا كنا النهارده يمكن في حالات اللي احنا شفناها ترددت على المستشفى ما احتاجتش انها تخش، حوالي 23 حاله، واحنا بنتوقع في خلال اسبوع. طيب احنا بنفكر في ايه بعد ما شفنا مصادر المياه وبنتأكد من المصادر الخاصة بالغذاء؟ بنشوف الشبكات الداخلية في المنازل والشبكات المغذية للقرى والشبكات المغذية للأماكن اللي تم رصد فيها الحالات، لأن طالما اطمأننا من المصدر يبقى بنطمئن من الشبكات الداخلية عن طريق أخذ عينات وإرسالها إلى المعامل المركزية في وزارة الصحة. لكن الموضوع بيتم تداوله بشكل حقيقي، وفي مبالغة كبيرة جدا بيتم تداوله بصور لا علاقة لها بالواقع، يمكن صور موجودة في دول أخرى، وده كله الحقيقة يعني نوع من انواع الاشاعات المغرضه. احنا ما عندناش اي مشكله، في خلال ايام قليله بدانا نشوف ان الحالات ابتدت تتماثل للشفاء، والحالات الجديده بقت بسيطه جدا. صار في خلال الايام القليله القادمه هتنتهي هذه القضيه بالكامل. حبيت ان انا اشرك حضراتكم في المعلومات، وان شاء الله بعد ظهور النتائج الخاصه بالشبكات الداخليه في البيوت والقرى اللي هي قالت ان في اصابات فيها او اللي احنا رصدنا الاصابات فيها، هيتم اعلانكم بكافه التفاصيل. شكرا جزيلا. شكرا يا جماعة، شكرا.